ما حكم من يقول إن أبا طالب يمكن أن يكون قد مات على الإسلام فلا يجوز لنا الجزم بأنه مات على الكفر؟ سبحان الله، الكلام واضح بأنه مات على الكفر، وأن الرسول قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله. وهل ينهاه الله عن الاستغفار لمسلم؟ من يقول هذا؟ إنما نهاه الله أن يستغفر لمشرك مات على الكفر. نعم.